السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا. هنتكلم النهاردة عن ثلاث إصدارات مختلفة من الكواشف أو الديتكتورز، وهنقول إمتى وفين وليه نستعمل ده، وإمتى وفين وليه نستعمل ده. فيلا بينا نبدأ مع بعضينا. نبدأ بأول ديتكتور الجي ام اس 120 البروفيشنال. ده أبسط وأوضح كاشف في طريقة الاستعمال وفي طريقة كشفه للماتيريال. جهاز بيكشف عن الحديد لعمق 12 سنتي، المعادن لحد 8 سنتي، الكهرباء 5 سنتي، الخشب لحد 38 ملي. لاحظوا إن ما جبت سيرة مواسير المية لأن الجهاز ما بيكشفش عنها. خلينا نشغل الجهاز ونبدأ نشوف. بختار المادة اللي عايز اكشف عنها، هل عايز ادور على خشب ولا حديد ولا اسلاك كهرباء. نبدأ الاول ندور على خشب ونبتدي المسح. لما بعديه بيديني جرس ومؤشر الشاشة بيبدأ يتحرك ويزيد كل ما اوصل لمركز الخشب اللي الجهاز كشف وجوده. طول ما الجهاز بيزمر معناه ان فيه هنا خشب بالمسافة دي. لما بختار كشف الكهرباء، جرس التنبيه بيكون متقطع ومتواصل، بيقول لي ده سلك كهرباء حي فيه كهرباء، لان لو مفهوش كهرباء الجهاز مش هيشوفه. لما بختار كشف الحديد وجيت عديت من قدام الماسوره ولا اي حاجه، لكن لما بقرب من الحديد بيبدا بقى جرس التنبيه يشتغل ويقول لي هنا في السنتر ده فيه سيخ حديد. خلينا بقى نروح لإصدار أعلى من الكواشف وهنتكلم عن ديتكت 120 البروفيشنال. بختار هل هعمل سكان أو مسح الخرسانة ولا طوب ولا جيبسون بورد. يبقى أنا فقط بختار نوع الحائط اللي هكشف عليه. الجهاز بقى هيقول لي هنا في حاجة ولا مفيش. الجهاز برضو بيكشف عن المعادن لعمق 12 سنتي، الكهرباء لعمق 6 سنتي، والخشب لعمق 38 ميلي. خلينا نبدأ نختار الحائط البلوك أو الطوب ونبدأ المسح. هيديني جرس أول ما يعدي على أي حاجة حديد أو بلاستيك، والشاشة موضحة لي بالظبط فين مكان الحاجة اللي الجهاز كشفها. بتحرك، بيرجع الجرس يضرب عند برضو مركز الشيء اللي الجهاز كشفه، بس الجهاز مش بيوضح لي إيه هي المادة اللي هو كشفها، بس بيقول لي ما تحفرش هنا. ندوس على زرار الحائط الجاف، بمشي، بيبدأ بقى جرس الجهاز يدق صوت متقطع موضح لي علامة الكهرباء على الشاشة. لو كملت مسح هيجي عند الخشب وبرضو هيديني جرس ان هنا فيه مادة، بس زي ما شفنا الديتكتور مش بيوضح لي المادة دي خشب ولا حديد ولا بلاستيك، فقط الكهرباء هي اللي بيوضحها. يعني انا لو شغال في مطبخ او حمام هبقى قادر اخمن هل اللي في الحيطه دي مواسير ولا كهرباء، لو بكشف على خرسانه فبرضه هبقى قادر اخمن ايه اللي ورا، لكن الجهاز مش بيقول. وخلينا نسال سؤال في الموضع ده، هو ليه الديتكتور ده سعره تقريبا 3 اضعاف سعر الكاشف ده؟ ببساطه يعني الكاشف ده بيشتغل بالسنسور، يعني بحدد له الخامه اللي انا عايز اكشف عليها قبل ما اكشف، وبعدين بقى ابتدي الكشف وارجع اغير الخامه اللي هكشف عليها واعيد الكشف وهكذا. لكن الديتكتور بيشتغل بنظام الرادار، بقول له انت هتكشف على بلوك وهو بيكشف عليها بالكامل ويوضح لي كل الخامات اللي جوه البلوك، فطبعا فرق كبير ما بين السنسور والرادار. ايوه بس الديتكتور ده ما قاليش ايه اللي جوه البلوك، حديد يعني ولا خشب، ماسوره ميه ولا عرق خشب. طيب انهي احسن لك، تخرم في الحيطه وتكتشف ان اللي خرمته كان ماسوره ميه او كابل كهرباء، ولا انك تجيب جهاز يقول لك اخرم هنا وما تخرمش هنا؟ احسب كده تكلفه اعاده ترميم حيطه بعد خرم ماسوره ميه او ضرب كابل كهرباء لا قدر الله، هتلاقي ان اي ديتكتور هيكون افيد وارخص بمراحل. لكن ده ما يمنعش اننا نروح بقى للمستوى الخاص بالفنيين او المقاولين اللي لازم الديتكتور بتاعهم يقول لهم فين وايه وازاي. ده ديتكت 150 البروفيشنال، ده بقى المتخصص بتاع المتخصصين. جهاز بيكشف المعادن لعمق 15 سنتي، الكهرباء لعمق 6 سنتي، والخشب لعمق 4 سنتي، وبرضو بيشتغل بالرادار. عشان كده بختار نوعية المادة اللي بكشف عليها. بس هنا بقى تعالى اوريك، نجرب اليونيفرسال مود ونبدأ المسح.
لازم الاربع عجلات بتوع الجهاز يكونوا ملامسين للسطح اللي بكشف عليه، وابدأ امشي الجهاز في اتجاه افقي ثابت. بمرر الديتكتور بتظهر لي علامة على الشاشة، برجع لورا يبدأ بقى يظهر لي المادة اللي كشفها على الشاشة، باين انها حديد وعلى عمق 1.1 سم تقريبا. نكمل بقى مشي، بيظهر لي ان في حاجة، برجع لورا بيقول لي العمق اهو قد كده، وخامة غير ممغنطة وليست معدن، تبقى بلاستيك او خشب. لما بقرب من الدراي وول او الحائط الجاف بغير اعدادات المسح واختار الجبسون بورد، بمشي الجهاز بيبدا بقى جرس متقطع وبتظهر لي علامه الكهرباء. بكمل مشي، بيقول لي هنا في ماده غير معدن وغير حديد وما فيهاش كهرباء، فانا اتوقع بقى انها خشب او بلاستيك. يبقى الجهاز بيحدد لي نوع الماده اللي كشفها هي ايه، والعمق بتاعها كمان على كام سنتي. في بقى نقطتين مهمين، وايا كان نوع الكاشف اللي انت هتشتغل بيه لازم نراعيهم واحنا شغالين. اولا، لما بكون بكشف على حيطه كامله بوقف الجهاز وبتحرك حركه افقيه الاول، رايح جاي، اعمل سكان كامل، احط علاماتي هنا في حديد هنا في كهرباء، وبعدين بقى بنيم الجهاز وابدا اشتغل في خطوط راسيه، وبرضه بحط علامات حديد كهرباء مواسير. ساعتها بقى هيتكون عندي شبكه كامله مرسومه على الحيطه فيها كل حاجه انا كشفتها، وابدا بقى اشتغل على هذا الاساس. تاني نقطه، ساعات لما بكون بكشف على كهرباء الجهاز بيفضل يزمر في كل الحيطه، او ساعات ببقى بكشف على مكان انا متاكد ان ما فيهوش كهرباء وبرضه الجهاز مصمم ان هنا في كهرباء. بصوا هنا مفيش اسلاك كهرباء اهو، لكن الجهاز شغال انذار بوجود كهرباء زي الفل. الحاله دي بتكون عباره عن كهرباء استاتيكيه في الجو، او ان مفيش تصريف ارضي جيد للكهرباء، يعني في سلك كهرباء قريب بس مش بيصرف للارض. التكييف كمان ساعات بيتسبب في كده. فالحل هنا انك تحط ايدك على الحيطة عشان تتحول انت بنفسك لخط ارضي. زي ما انتوا شايفين عند الحديد بينور كهرباء، بس امسك البلوكة الانذار هيقف، اشيل ايدي الانذار هيشتغل. ده معناه ان جسمي بيسحب الكهرباء الزيادة من الحيطة. بصراحة حركة كانت بتجننا واحنا شغالين، لكن حلها بسيط زي ما انتوا شايفين. اخر بقى حاجة، وهي مفاجأة للناس اللي بتحتاج الديتكتورز، انه قريب قوي هيتوفر في المنطقة العربية ديتكت 200، وده يعتبر اعلى فئة في الديتكتورز كلها بامكانيات عالية جدا. فانتظرونا قريبا، واول ما هينزل هنعمل عنه فيديو ونعرفكم عنه كل شيء. تعرفين احنا مش بنطلب منكم الاشتراك في القناة الا لو الفيديو عجبكم، كالعادة مش هصيكم على لايك وشير، وان شاء الله نتقابل على خير. السلام عليكم.